السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط، بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف نوكيا 6 موديل TA1021 إصدار الأندرويد 9. بعد اختيار اللغة وتسجيل شبكة الواي فاي، هنجيب شريحة ونقفلها برقم سري. بندخل على الإعدادات، وبعدين بندخل على الحماية والخصوصية، المزيد من الإعدادات، تعيين بطاقة الـ SIM، بنفعل خيار قفل بطاقة الـ SIM، بيظهر لنا مربع تأمين بطاقة الـ SIM اللي هنكتب فيه كلمة مرور قفل الشريحة، بنكتب مثلا 5 أصفار، بنضغط موافق، كده احنا قفلنا الشريحة بكلمة سر. هنحط الشريحة في الجهاز، هتظهر لنا كلمة سر الشريحة، هنكتب كلمة سر الشريحة ونضغط على رمز الصح أو علامة الصح. هيظهر لنا إشعار أسفل الشاشة في منتصف الجهاز. لو كنت باللغة الإنجليزية هتسحب الإشعار ناحية الشمال، ولو كنت باللغة العربية هتسحب الإشعار ناحية اليمين. بنضغط على رمز الترس، أعلى يسار الإشعار بنلاقي رمز التعجب، بنضغط عليه. تفتح لنا صفحة إعداد الأندرويد، بنضغط على إعدادات متقدمة وبننزل تحت شوية، بندخل على تطبيق المتصفح، فتح الروابط، بننزل تحت خالص وبندخل على اليوتيوب، بنضغط على أيقونة اليوتيوب، وبعدين بندخل على الإشعارات، إعدادات متقدمة، الإعدادات الإضافية في التطبيق، حول، بنود خدمة اليوتيوب، القبول والمتابعة، التالي، لا شكراً. بيفتح لنا متصفح كروم، أعلى المتصفح فوق في مستطيل البحث بنكتب VN روم زي ما مكتوب قدامنا على شاشة الفيديو، بنضغط بحث، بندخل أول نتيجة بحث. الصفحة اللي قدامنا فيها التطبيقات اللي هنحملها واللي من خلالها إن شاء الله هنتخطى حساب جوجل للجهاز. بننزل تطبيق اندرويد 8 و9. لو ظهر لنا الواتساب ده او اعلان غيره، ده اعلان، لو ظهر لنا بنرجع خطوة عن طريق زر الرجوع اسفل الهاتف، بنضغط متابعة، سماح، وبنرجع خطوة، بنضغط تاني على اندرويد 8 و9 GEM، موافق، وبعدين بننزل تطبيق FRB Bypass، موافق. أعلى يسار الشاشة 3 نقط بنضغط عليهم، وبندخل على التنزيلات. في البداية بنثبت تطبيق أندرويد 8 9، الإعدادات، بنفعل خيار السماح بتثبيت التطبيقات من هذا المصدر، وبنرجع خطوة للخلف، تثبيت، تم، بنثبت تطبيق FRB بيباس، تثبيت، فتح. أعلى يسار الشاشة بنلاقي 3 نقط بنضغط عليهم، وبنختار تسجيل الدخول من المتصفح، موافق. بتفتح لنا صفحة من خلالها هنقدر نسجل دخول لحساب جوجل. لو ما عندناش حساب نقدر ننشئ حساب جديد على اي جهاز تاني وبعدين نسجل بيه دخول على الصفحة دي. بعد تسجيل الدخول بيرجعنا لصفحة التنزيلات مرة تانية، بنعمل إعادة تشغيل للجهاز.
بعد إعادة تشغيل الجهاز بنقدر نشيل الشريحة، مفيش أي مشكلة. بنضغط دعونا ننطلق. تخطي عدم النسخ. إشعار من الجهاز تم إضافة الحساب. بنضغط التالي. قبول. تخطي. ليس الآن. تخطي على أي حال. متابعة. لا شكرا. هيا نبدأ. تم تخطي حساب جوجل بنجاح. يفضل عمل إعادة ضبط المصنع للجهاز من داخل الإعدادات علشان خاطر الملفات اللي نزلناها وثبتناها من على الإنترنت. إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات، الجهاز مش بيطلب بعدها تسجيل حساب جوجل مرة تانية. بندخل على الإعدادات وبننزل تحت خالص، بندخل على النظام، إعدادات متقدمة، إعادة تعيين الخيارات، محو جميع البيانات، إعادة تعيين الهاتف، مسح كل شيء. الجهاز بيعمل إعادة تشغيل وفي الغالب بيفضل على شعار نوكيا من 5 لـ 8 دقايق. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنضغط على دعونا ننطلق. تخطي. تخطي. متابعة. التالي. قبول. تخطي. ليس الآن. تخطي على أي حال. هيا نبدأ. تم تخطي حساب جوجل وعمل إعادة ضبط المصنع للجهاز بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.